السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الناشط حقوقي رضا، دائما من محطة أغا الجزائر العاصمة. هنا اللي راكم تشوفوا خونا هنايا، ها ما كاش لي شاريو، ما كاش، مع الرغم محطة جديدة. حبيت نسقسيكم حاجة، الناشط حقوقي معاكم، هذه التصويرة واش دير هنايا؟ اسكو كي نروحوا لباري نلقاو لا فوتو تاع لو بريزيدون باغ اكزومبل دون توت لوروب؟ هكذا والله ما كان الهبدة الخامجة. كلامنا الأو يحيى للهبدة الخامجة. معاكم الناشط حقوقي رضا، دي ما جابكم هذه التصويرة، طيروا علينا، عينا منكم، عينا منكم يا السراقين يا المجرمين. لا للهبدة الخامجة، سلمية 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 حضارية. بارك الله فيكم، العصابة مجرمة. السلام عليكم، رايح ندير وقفة هنا ما شاء الله، لأن أم خدعوا المجاهدين اللي توفوا على البلاد هذه، على العودة الخامسة، ضد العودة الخامسة بإذن الله. موراكم مراد نشط حقوقي، وبارك الله فيكم. وهاي اللي نزيد نوريكم، يعني محطة أغا هاي اللي مكتوبة محطة أغا للخطوط الكبرى، واستمازيغ كيكذبوا علينا. ها نسرق تاع الجزائر، لا مومي إلي لا، ما كاش الهبدة الخامجة والو تما. دي ما جابكم، دي ما جابكم. هاي لك، هاي لك شعب جزائري، افضحوهم سراقين قتالين ويقولوا وطنيين. تحيا الاحرار من الشمال الجنوب الى الشرق الغرب. السلام عليكم. تحيا رجال، تحيا رجال، او قالها هاي لك، تحيا رجال. هاي بارك الله فيكم، هاوليك انا الوطني وليد مجاهد. شوفوا شوفوا الراجل واش يتمشى، شوفوا شوفوا المعاق الوحيد لا يدي حقوقه كامله، فخ امته عبد العزيز بوشريطه. شوفوا الزاوية، احتياجات 2600 400 هايلك. راكم تشوفوا. السلام عليكم يا كل احرار.